حتى جاءت الثورة العراقية الظافرة المظفرة، ثورة 14 تموز الخالد، التي أعطت الحد الفاصل بين الحق وبين الباطل، أعطت الحق لأهل البلاد وطمست الباطل وقضت عليه، فتحررت الجمهورية العراقية وعادت البلاد لأهلها، وأبناء الشعب ينعمون بالحرية والاستقلال إلا ذلكم الجزء من أرض الوطن وهم الكويت، أهل الكويت. بقي الإنجليز يتعسفون في أرض الكويت لمصالحهم الخاصة، فجمعوا حولهم زمرة من الشيوخ الذين عبثوا بمقدرات البلاد ونهبوا ثروة البلاد، هم وأسيادهم الإنجليز المستعمرين. بددوا هذه الثروة، إن شعب الكويت ما زال يئن من الفقر والجوع، ما زال الماء العذب ممنوعا عنه، لا يصله الماء العذب، ومعظمهم حفاة عراة فقراء ضعفاء، ثرواتهم تنهب إلى خارج البلاد، يستفيد منها المستعمر ويستفيد منها الأجنبي.